نهر أبي رقراق أو بورج راج في المغرب ده نهر صغير جدا بيفصل بين مدينة سلا ومدينة الرباط. وسيلة التنقل بقى في هذا النهر عبارة عن إيه يا جمانة؟ عبارة عن قوارب خشبية صغيرة ولونها مميز جدا بالمناسبة. دي طبعا عارف بيبقى نفس الشكل او الصوره المعتاده بالنسبه لنا في البندقيه او فينس، هي نفس الشكل كده. القوارب دي الحقيقه موجوده من سنين طويله جدا، عشان كده بتجذب اعداد كبيره جدا من السياح اللي بيستخدموها للوصول لقلعه الوديه اللي بيعود تاريخها لعده قرون. على مياه نهر أبي رقراق المتعرج في المغرب والذي يفصل بين مدينتي سلا والرباط، تنقل القوارب الخشبية الزرقاء الصغيرة الناس من ضفة إلى أخرى، وهذا تقليد قديم متوارث عبر الأجيال. ويقول أصحاب القوارب إنهم فخورون بالتمسك بهذا التقليد الذي يعد تذكيراً بالماضي الذي لم تكن قد بنيت فيه الجسور أو استخدمت وسائل النقل الحديثة الأخرى. الماضي تتوارث على كل الاب ديالو كان هنايا، كاين اللي جدو كان هنايا، فهمتي؟ وكل الحذية هذه ما يمكنش اي واحد غيجي، هي بحال الشكل ديال الطاكسيات، وهذه حتى هي قريمه، حتى هي بحال معدونيه تتسمى قريمه. ويقول محمد اليديني، وهو صاحب مركب لنقل المسافرين ويبلغ من العمر 53 عاما ويؤدي هذا العمل منذ ان كان طفلا، كاينه مدينه الرباط على اليمين ديالنا وكاينه مدينه سلا على اليسار ديالنا، وهاد الواد تيتسمى واد بورج راق، هو تيفصل الضفتين، هذا الضفه ديال مدينه الرباط والضفه ديال مدينه سلا. وكاين الناس اللي تيبغيو يتجنبوا هذا البوتياج ديال الطريق، تيبغيو يستعملوا هاد القوارب باش تجيهم سهله، اللي قريب ساكن قريب في المدينه تتجي القوارب تتجي سهله يقطع بها المدينه ديالو. وأكد أنه يتم استخدام الخدمة في الغالب من قبل السياح الذين يتطلعون لرؤية قلعة الوادية القريبة والتي يعود تاريخها إلى قرون، كما أنه لا يزال هناك العديد من المغاربة الذين يقومون برحلاتهم اليومية عبر النهر.